افتتحت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة حلب مركزا للتسجيل في المفاضلة العامة للجامعات السورية بهدف تقديم الخدمات والتسهيلات لطلاب ريف حلب الشمالي، وشهد المركز إقبالا كبيرا وخاصة بعد القرار الذي سمح لجميع الطلاب الذين لم يستطيعوا التسجيل في الجامعات نتيجة الظروف الراهنة بالتسجيل من جديد. يتوقع هذا العام أن يقدم الخدمات لأكثر من 2000 طالب وطالبة ناجحين في الثانوية العامة. طبعا هذا المركز يوفر جهد كبير على أبنائنا الطلاب، خاصة وأن الطريق أصبح طويلا يستغرق أكثر من ساعتين، ومن خلاله يستطيع الطالب خلال فترة قصيرة جدا أن يتقدم لكل أنواع المفاضلات. وتأتي أهمية هذا المركز بالخصوص بعد صدور المكرمة الكبيرة وهو المرسوم 253 من السيد الرئيس بشار الأسد الذي ساهم بعودة أبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد الحرب التي شنت على سوريا. عم نقوم بعملية تسجيل بالمفاضل فيها ومتابعة أمور الطلاب من كافة النواحي بما يتعلق من إيقاف تسجيل، أي استفسار عن سنوات السابقة للطلاب اللي كانت ضمن الحصار، بالإضافة إلى عبتم عملية تسجيل الطلاب السنوات السابقة. الطلاب وجدوا بالمركز مساعدة كبيرة من قبل المشرفين عليه، ووجهوا الشكر لهم ولأهليهم الذين كانوا سبباً في وصولهم إلى المرحلة الجامعية. بعد التعب اللي تعبناه في البكالوريا وأخذنا الشهادة الحمد لله رب العالمين، جينا اليوم نسجل على المفاضلة العامة في مركز التسجيل الجامعة في نبول. المسؤولين كانوا معنا متعاونين كتير، سهلونا جميع الأمور، ساعدونا في اختيار رغباتنا. نتشكر كل الكادر اللي ساعدنا هلا في بالتدريس، وكمان نتشكر الأهل اللي ساعدونا ودعمونا، ولولا تفاؤلهم هني نحن ما كنا وصلنا لهذه المرحلة. وجينا نسجل رغباتنا وإن شاء الله بتكون مثل ما بدنا نحن، وإن شاء الله بنوصل لأعلى المستويات. يعتبر التعليم الجامعي رافدا للمجتمع بالكفاءات المختلفة، لذلك تسعى الحكومة السورية إلى اهتمام خاص بهذه الفئة بهدف تقديم الخبرات اللازمة لتطور سوريا. بعزيمة وإصرار على متابعة العلم والتعليم استطاع هؤلاء الطلبة الوصول إلى المرحلة الجامعية رغم الظروف الصعبة من أجل النهوض بمستقبل زاهر للوطن. من نبل والزهراء مصطفى كوسى، الإخبارية السورية.